ميرا منوراني ومشرفاني. شرف ليا والله ان انا كلمت حضرتك. ايه اللي حصل ده يا استاذه؟ صلي بينا على النبي. عليه افضل الصلاه والسلام. انا بقالي سنه ونص في مأساة. ليه بقى؟ صديقه ليا المفروض كان بيني وما بينها عشق ملح، وكنت بعتبرها اخت ليا، يعني افضل ان انا ما اقولش اسامي، هقول اول حرف اللي هي استاذه هيدي. هي اول متهمة حرف دلوقتي؟ والله انا جيت حكيت كل حاجه في النيابه العامه والتحقيقات والتحريات والنيابه يشوفوا اجراءاتها ويمشوا طبيعي، انا ما عظيم. حكيت كل حاجه. طيب احكي وبعدين لنا بقى ايه اللي حصل، والصديقة دي ايه اللي وصلها ان انت توصل بيها الجرأة ان انت تبهدلي قوي لا، كده؟ هي مش وصلت للجراءة لكده كمان، ده انا بقالي سنة ونص في المأساة دي. اتفضلي. انا الاول يعني كانت علاقتها بيا كويسة، ده سبب انها بتمنعني من حاجة، ان انا اروح مكان الكنادي مثلا، او مثلا ان انا ما اكلمش حد من اصحابي، او بتحجر على علاقاتي، عايزاني تحكر ان انا مثلا ما اتكلمش صديقتي دي، او ما اتعاملتش مع ديت، يعني عايزه ان انا لا، انت يعني مثلا حضرتك ما ينفعش ان انا احكر على حضرتك ان انت تتكلمي ده او ما تكلميش ده. حقيقي فالمهم حصل رسائل تهديد على الوقت، الصوت بتاعها موجوده. انا نايمه اليوم ده وانا عارفه ان بكره هيحصل حاجه. تاني يوم لقيت استاذه اللي هي كانت متواجده معايا في القسم، وجت واتهمتني زور، واللي هي استدرجتني. تمام. استدرجتك ازاي بقى؟ انا هحكي لك كل حاجه بالتفصيل. اللي حصل ان انا بقالي سنه ونص، الصبح بصحى يتقال لي يا سوده، بالليل يا زرقاء، الظهر المصديه، بسات مباشره سنه ونص كامله. يعني متخيله واحده هو بتستوعب انت وقعت سنه في ونص؟ صديقتك؟ اللي هي صديقتي دي، هي والبنت اللي هي شغاله عندها، خلاص انتوا اتخانقتوا واختلفتوا ما وافترقتوا. اتخانقتش معاها. انا كل ده كنت بقول حسبي الله ونعم الوكيل، مثلا والدتي. استاذه اميره، انا يعني حضرتك بقالي قررتي؟ سنه ونص ايوه. بيتقال لي الالفاظ دي، الفاظ بيتقالك بطيئه بناء عن وبهدد. قرارك ان انت تبعدي لان ما لا لا ينفعش لا لا، حد. ده عموما بقى خلاص، ده انا عشان عملت قضيه. هي كملت معايا في المشوار، لان طيب انا اتفضل. لما اتشتمت وماما اتشتمت واختي اتشتمت ماما اتشتمت؟ والعيله كلها اتشتمت، واتسبلنا واتبهدلنا على النت على مواقع التواصل الاجتماعي، وقعدنا واتعمل لي بس لمده ساعه الا ربع في منتهى قله الادب، واللي هو انا انا بعمل فيكي، انا يعني، وصور وصفحات فيك، وكتبوا عنوان امي على النت على الفيسبوك، عنوان امي، يعني انا والدتي محاميه ووالدي محامي، وتهديدات كل شويه، يلي هنعمل يلي هنعمل يلي تخليه لاني هتسوي كده. سنه ونص كاملين. ايه بقى فهي ايه اللي اول هيعملوه يعني؟ قولي لي اللي يا هنعمله. حبيبي يضربوني عند البيت. لا انا عندي سكرينات بالكلام ده، لو حضرتك عايزاني ابعتها لك. انا لحد من شهر كنت بتهدد بالضرب، ومعايا سكرينات الكلام دوت، ولحد من شهر وهي بتقول انا اذبح كويس، معايا سكرينات بالكلام ده كله، ممكن اعرضها على معاليك. طيب ليه المهم الزملاء تضامنوا معاها؟ هقول لك بقى حضرتك، انا بعد شهر من الشتيمه، وعامله قضيه في الاقتصاديه ومشيت فيها، خلاص بقى ماما وبابا واهلي كلهم اتشتموا، وجوزي وعيالي، حتى اولادي اتقال عليهم ان هم خنازير، وعندها كميه السب في العرض دي عادي جدا، مفيش اي حياء، وبيتكلمش، يعني انا من ذنبي ان انا سمره، يتقال لي الصبح يا سودة، بالليل المصدية، بس سمر نص ده الجمال. الله يخليك. وتقعدوا يقولوا لي اللي هو ايه ده شكلك وحش، انت مش عارفه ايه، سنه ونص بيتم التنمر بيا. سنة عملت ونص يا قضيه. حضرتك، هو انتوا كام سنة؟ نعم. هو انتوا كام سنة عشان تتكلموا في الشكل ويا وحشة ويا حلوة؟ ايه ده؟ انا اصلا انا عندي 33 وهي عندها اعتقد 44. ازاي؟ ازاي المهم بجد ده بيحصل لمدام أميرة؟ والله انا معايا، هبعت لك السينات كامله. الكارثه مش في كده، ان انا بعد شهر كمان يعني، وعملت المحضر ومشيت في الاجراءات طبيعي جدا، ونزلت القضيه جلسه، فوجئت ان القاضي، مع ان برغم ان في تقرير فني
تقرير فني بان هي السب والبوستات والكلام كله طالع من على موبايلها. انا برضو تهتي ليه مني بتوهيني كده ازاي؟ انا عايز اعرف استدرجوك ازاي للحمام لا وانت انا قلت من قبل الحمام بقى. لا انا عايز خلاص انت اوريدي بالفعل عملنا القضيه وجت ونزلت استئناف نيابه وجلسه اعتبروني ده شجار وهينتهي وهتخلصوا وكل واحده فيها هتقعد ترجع لعقلها. هي شتمتني وانا عملت قضيه على الانترنت. حلو، انت قاعده في مكتبك او قاعده دلوقتي في المحكمه استدرجوك اللي ازاي؟ حصل بقى ان هي في استاذه قالت لي الاستاذه الفلانيه اللي هي عماله تكتبني ودخلت اللي هي استاذه قمر الاستاذه ديت بعدت عنها وهي بهدلتها برضه زي ما بهدلت. انا ما شفتش بهدله ولا شفت حاجه بس انا ايه من النوع اللي بصدق. ايوه تمام. والاستاذه ديت اصلا اللي بتكلمني معايا بوستات بصوتها وهي بتشتكي من اللي هي اتعمل فيها واتخلى فيها واتسوى فيها. ورجاء يا اميره انا عايزه اقعد معاكي، انا عايزه اخد حقي، ومعايا صوتي وانا رد عليها وبقول لها ابعدي عنها ودي هي ام عيال وربنا باذن الله يجيبها لها ايه من عندي. عظيم، خلاص حذريها. بحذرها خلاص انا بحذرها. طيب انا فوجئت الاثنين عاملين فيلم عليا عشان يسحبوني في الحمام يسلموني ليها. لا اله الا الله، عملوا ايه بقى؟ جت قالت لك ايه؟ بقى اللي حصل ان انا بعد ما اقنعتني ان انا البنت دي خلاص ما بقتش تشتم وبنت غلبانه ومصدر رزقها كان فلان وفلانه الفلانيه اللي هي المفروض صديقتي وان هي عملت وخلت وسوت والكلام ده مثبت. انا كلمت البنت في صفاء نيه يوم الاربع اللي فات لمده ساعتين وجيت يعني وقلت لها خلاص عفى الله عما سلف وانا مسامحاكي والقضيه كده كده خلصت وانت بطلتي تشتمي بقالك اكتر اهو من ايه؟ من بقالك اكتر من شهر. خلاص؟ وانتهينا خلاص وكفايه مشاكل ومعايا كل حاجه. المهم قلت لها او عزمتها انها تيجي تشرفني في جنب البيت عندي في بيانكي وقلت لها تعالي واعرفك على اولادي وكده. واحده بتشتمك بقى لها سنه ونص انت ما تعرفهاش ولا عمرك شفتيها ولا عمرها شافتك. فاهماني؟ فجيت بعد ما قلت لها كده اهوت جت يوم السبت الصبح اتصلت بيا سبع مرات معايا شهود ومعايا ناس كانوا قاعدين جنبي الوقت ده وانا بنتقل من المحكمه للمحكمه. قالت لي تعالي عند الغرفه ومش تعالي عند الغرفه. عظيم. رحت عند الغرفه. غرفه المحامين؟ غرفه المحامين طبيعي. قالت لي طبعا سوري قالت لي انا عندي ظروف اللي هي بتيجي للبنات عادي هي اصلا خلاص وصلت. مدموزيل. عظيم. وهي مدموزيل يعني فاهماني؟ وبصي عشان الاستاذه فلانيه اللي في مشكله بيني وما بينها. موجوده جوه في الغرفه وعشان ما تشوفكيش وكده ويحصل لنا مشاكل وبتقنعني بقى انها واقعه معاها وما بتكلمهاش. تعالي ايه ندخله جوه نظبطه واظبط نفسي كده واظبط دنيتي. المهم دخلت جوه لقيت الاستاذه الثانيه اللي هي بتقنعني ان انا اقعد واكلمها وكده اللي هي السبب ان انا اكلمها. تمام؟ واستنوا الحمام فضى وراحوا مدخلين الثالثه بقى. اللي هي المفروض صديقتي. عملوا ايه بقى؟ هي المفروض اكل معايا عيش وملح. عملوا ايه بقى؟ اتضرب وكل حاجه حكيها في التحقيق واتفتح وقميصي اتفتح وبقيت اتعورت وبقيت وبقوا الاثنين لزقوني في حيطه بقيتش عارفه افلفص. انا عايزه اقول لك ان انا كان كل حلم حياتي في التوقيت ده ان انا اطلع من الحمام لان بقيت اصرخ ومحدش عارف يدخلي. ليه محدش عارف يدخلك ليه؟ ما ما يعني ما اعرفش تقريبا في حد بره لان ده حمام بنات وما ينفعش يدخله راجل دلوقتي عشان يدخل بنت. انا مش عارفه يعني بقى قعدت بتاع 10 دقايق عماله اصور مفيش حد عايز يدخل لي والثلاثه نزلوا عليا. يعني انا يعني انا اتخضيت وبعدين بقى تهديدات بقى في وسط الكلام وانت بتقدري يعني وانت بتقدري بتتهددي بقى اللي هو ايه. عارفه انا مستعد انا لحد دلوقتي جسمي بيتفز منهم من الخض ومن من الصدمه. طلعت بدمي مغرق الارض والغرفه. دمك مغرق الارض والغرفه ليه؟ انت اتضربت بايه يا استاذه اميره؟ هو كان معاهم اله حاده. بس انا لحد دلوقتي يعني تقريبا كان قطر او كان معاهم اله حاده.
لحد لحد ده. دلوقتي انا مش قادره يعني اجمع. ايوه كلام كان قطر او موس، بس اللي هو ان انت من عزم ان انت عايزه تجري والحمام ضيق مش عارفه تطلعي ومش عارفه تعملي ايه، فاهماني؟ المهم ما علينا، جيت ربنا كرمني الحمد لله ببركه طوع الوالدين، وطلعت القميص بتاعه مفتوح ولحمي باين وايديا دي بتشرب في دم. المحامين لا اله كلهم الا الله، لا طلعت اله الا بره، الله. وقفت اترصت هي والثانيه والثالثه، وقفوا سمعوني الشتيمه محدش يقبلها في العالم. ثلاثه قدام جميع المحامين، المحامين بتخاف منهم، تخاف يعني مين؟ بتخاف منها من البنت دي اللي اما هي المفروض هم تتحبسي بقى اذا بينها وما كانوا بين هم شعرها. الست اللي زيهم ما هنتش نعم عليهم، الست اللي زيهم اللي هي زيهم وزميلتهم وقفوا وبهدلوها وضربوها وطلعوكي بالشكل ده، ما هيعملوا ايه في الرجاله وبالالفاظ البذيئه دي؟ ده اللي هو انت في بتقوليه. هو في يعني انا ماليش دعوه بمشاكل مع اي شخص تاني، ليه دعوه بمشكلتي معاها، تمام؟ المهم ما علينا، خدت بعضي طب بقول لك ايه يا وطلعت. مدام اميره، النقابه اتخذت معاكي اجراء؟ يا فندم لا، النقيب ربنا يبارك له ايوه اول يوم في سمتي السيد النقيب عبد الحليم علام، الكلام ده من سنه ونص، اسمع يا استاذ عملت احمد ملف اسمع. شكوى وفصل، لان عايز اقول لك على حاجه، البنت دي ايديها، انا بني ادمه ضعيفه جدا ضعيفه يعني ايه؟ جنبها، يعني انا بقول لك وبقولها يا رب كلكم، ده انا ضعيفه جنبها يا ستي، انا واحده ام وعيال وعايزه اربي عيالي وبعيده عن طب الحوارات استني دي بقى يا كلها. استاذه، لا استني بقى ضعف وقوه، استني بقى نشوف موقف النقابه واسمعيه معايا كده.